يا هلا ويا مرحبا ومساكم الله بالخير. رمضان مبارك وين ما تكونون. حلقتنا اليوم مميزة أكيد، وفنانين دائما يكونون مختلفين بكل برنامجنا من برنامج خيمة الفن. فبداية اليوم ضيوفنا قريبين لنا وقريبين لكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. شلون صحتك؟ الحمد لله اليوم تمام؟ الحمد لله تمام التمام. بوجود نرحب بالضيف النجم العراقي العربي علي الغالي، حياك الله. مساك الله بالخير ورمضان مبارك. مساكم الله بالخير ورمضان كريم عليكم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله وعلى الكادر. نورتنا الله اكيد. ان شاء الله انت النور اكيد. نرحب بحبيبنا اللي منورنا. شنو الاطلاله الحلوه؟ عمري النجم العربي العراقي. مساك الله بالخير. مساء الخير. نورتنا ورمضان مبارك. مساء الخير والعافيه عليكم، رمضان كريم عليكم وعلى كل مشاهديكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والموفقية إن شاء الله. أكيد بالبداية يا رامي ما ننسى إنه بداية حلقتنا شكراً لكل الكادر اللي كانوا ويانا. إحنا دائماً عندنا فد شيء بالحلقة مميز. بالضبط. اللي هو شنو؟ عندنا الأستاذ اللي دائماً يرافقنا ويانا بكل حلقتنا، منورنا ونقول لك مساك الله بالخير. أكيد. أكيد أستاذ. وبداية هذا البرنامج برعاية مجوهرات رما وأيضاً زهور الشهد وما ننسى كوزمتك فيه. فأنا دا أشوف اليوم حلقتنا تجنن، ومو بس هيك كرارة معصب اليوم. لا باوع باوع عشان دا يخزر بيه. لا مو هيك، مو هيك عنده معلومات. لا عنده معلومات على عيني. انت ريحك قاعد قدام اليوم راح يصير النقرة هاي. خليني اقول لك رامي على شغلة، النقرة مو بس بالبرنامج بين علي وكرار، دائما صار هذا حبيبي اخوي الله شاهد. اي هاي قدام علاقتنا وما خفية كان اعظم. علاقتنا مو صداقه. صار لك ايش قد تعرف كرار؟ تقريبا 2017. وهاي ما ناوي تخلص النقره؟ مشاكل كبر بعد. لا علاوي حبيب حبيبي انت اخوي كروري والله، ويعني هو اكبر مني سنا واقدم مني فنا. اي يعني اكيد دائما هو يحب الخير اللي اكيد دائما أنا أحب الخير لكل الأشخاص اللي ينصحوني طيب من يشوفوا يعني يشوف فد غلط معين فهو دائما يعني يكون. تأخذ نصيحة اليوم أنت؟ طبعا أكيد. حلو. أكيد بس مرات من علي لا أتصل. أصلاً على الديار. لا مشتور. إحنا الحلقة سلمية رامي وسجاء. شوف أنا شوف التفاهمين لحد الآن إحنا سلميين. فنخلص الحلقة سلمية ونطلع بخير وبركة أفضل. إحنا قبل كنا إحنا سجاء. اي خلصنا من العدد. الله يسهل عليك. بقينا انا وياك حبيبي. النقره راح تصير هنا اليوم؟ لا هي زين. لا انا بالي فكره. أي. ليش ما نخلي النقره مالتهم غنى؟ هاي ما خطرت قبل على بالي. انا ما اتنافس. ليش ما نسمع منهم؟ اي ليش ما اتنافس؟ لا هو ما قال منافسه. لا ما بينا منافسه. انا اريدكم تغنون. يعني شلون بالله؟ نتعاركم تغنون؟ علاوي بداية خلينا نسأل كم سؤال أنا يا رامي حتى يحضرون شيء. أكيد إحنا اليوم نستثمر وجودهم. علي أنت وينك مختفي؟ مدى نشوفك بالساحة الفنية؟ فقط نشوف اليوم علي على السناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن كعلي اللي نعرفه بارز بفيديو كليباته بأغانيه بحفلاته مقل أنت على الجمهور، ليش؟ شنو السبب؟ والله يعرفون السبب شنو اللي هو من وفاة والدي. الله يرحمه. الله يرحم والديكم. فابتعدت يعني فترة صراحة، يعني لأن وفاته مؤثرة لي وكان صديق بالنسبة لي. هذا السبب اللي انه نعم. انت بس هسه ان شاء الله رجعت. ان شاء الله اكيد ان شاء الله. بس هو الفن هم لحق عليك اكيد يعني أكيد. على عيني وعلى راسي ان شاء الله راح اقدم يعني اشياء تعجب الجمهور اكيد. ان شاء الله اكيد شاء الله. احنا ننتظر جديدك. رامي انا همات يعني اسمح لي اليوم اسال كرار ضيوف اليوم اني اكيد. أيوه. كرار انت هم ماكو. انت كلش ماكو مختفي، فقط نشوفك لو تنزل سناب لو ما تنزل. ليش لو انزل سناب لو ما انزل؟ طبعا انا مقل بالسوشيال ميديا. اي جدا. اما كاعمال فنيه يمكن اخر عمل نزل قبل 3 أشهر. اي تقريبا كان على طريقه الفيديو كليب، وقبلها لا الحمد لله والشكر اكو اعمال نازله واكو اعمال بالساحه هو موجوده. لكن اكو نقطه جدا مهمه اليوم، العالم تمشي وراء شيء معين اللي هو الاغنيه السريعه، الاغنيه
اللي تصير ترند التيك توك او هاي الامور. انا ما انجرفت لهذا الجو. يعني اليوم انا من انزل عمل انزل عمل فن، اليوم انزل عمل حقيقي، عمل بحت، احنا نقول عمل يليق بالاغنيه والفن العراقي. يعني انا عندي اغنيه من 9 سنوات نازله، صارت ترند الخليج باكملها، من والى من مليون مشاهده خلال 9 سنوات الى 12 مليون يعني صارت الاغاني. قبل شهرين اخر شيء، يعني على ضوءها رحت سويت 5 حفلات بالسعوديه. حلو. فعندي اعمال واعمال نازله، لكن شويه العمل الفني العمل الضخم احنا نقدر نقول وصوله للمستمع بالوقت الحالي صعب جدا. اذا معناها هنا انت يحتاج لك ابديت. انا هسه يعني اتداخل وياك الابديت اللي تسويه اي ما تنجرف لي جانب. انت احنا لا تقدم مساءه، هي الاغنيه السريعه اهم. حلوه الاغنيه، يعني حلوه، عندي اغنيه سريعه، لكن مع العلم عندك اغنيه الترند اللي حاليا هي، يعني انا ما اريد اذكر اسماء اغاني معينه، ما اقدر انجرف لهذا الجو. حتى يمكن ما اعرف، اتوقع هو يقصد اغنيه كرار صلاح وليست اغنيه السريعه للتيك توك. ما هو بالوقت الحالي حاليا يعني انا يمكن قلت لك اغنيه قبل اخر عمل قبل 3 اشهر، قبل هاي ال3 اشهر انا مسوي ديو ويا نصرة البدر. تحياتنا تحياتنا اكيد الحبيب، موجوده الاغنيه وانسمعت الاغنيه ووصلت للعالم الاغنيه، والحمد لله والشكر الاصداء ايجابيه. اذا بها فن، قدمنا شيء يليق بالأغنية. آخر عمل نزلته هو قبل رمضان بيوم، هو كان تايتل مسلسل كريستال. يعني أكو أعمال فنية موجودة والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. قولي أنا متابعة. أنا جدا متابعة على فكرة، بس أنا أتابع اليوم أنت تريدها هيك لو هيك. لا هيك. أنت أنا بنية صريحة. نعم. ولأنه أحبك وأعزك في اليوم. لازم تتقبل من عندي اللي اقوله. طبعا اكيد ما بيها زعل أكيد ولا راح اني ازعل اليوم من كرار اذا يقدم لي النصيحه واني ما اشوفه. انا اليوم اذا تسالني كرار اشوفه بالمطاعم. نعم بالمطاعم مع لمة اصدقاء، مو غلط، خليني اوضح لك اللي اقصد به. انت اليوم التهيت نسيت كرار اللي ظهر بهذا الجو الحلو اليوم، الناس جمهورك، فانت التهيت انه انت رحت على لما الحبايب. ما هم الحبايب لازم تتواصل وياهم، بس مو دائما. لا 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 تتواصل، مو انا اقصد التليفون. اكيد الحبايب لهم دور كلش كبير بالحياة. اكثر شيء شنو موضوع الرياضه اهتم به، لان هو عنده بطوله. لا لا انا اعرف هذا الموضوع. لا الرياضه شيء، الرياضه جزء من 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 حياتي. يعني هذا الموضوع انا اشوفك مهتم بالاصدقاء من الاخير اكثر من ما انت بهذا الوقت تهتم. ابدا لا لا ابدا ابدا ابدا. اصلا انا اصدقائي وها قدام الكاميرات اصدقائي جدا 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 مقل بهم. محدودين يعني لو جدا مقل. يعني علي تعتبره من اصدقائك لو عابر علاوي من اهل بيتي. اكيد ما له علاقه بالاصدقاء. يلا نرجع لك لعاد. يلا يلا انا اشوف نسمع نسمع. اي والله احنا كل شيء اليوم ما عندنا. انا احب اسمع نستثمر ضيوفنا الحلوين اثنيناتهم. صار لك عايش حياه بحبك ضمن حبيب بقلبك، خليت للدنيا طعام لك عيني فدوى القلبك. لك عايش حياة بحبك ضمن حبيب بقلبك، خليت للدنيا طعام لك عيني فدوى القلبك. وانت المدلل مالتي اتباهى باسمك باشتي، اتعب اذا عن غبيت بس يمك اخذ راحتي. لك يا بعد هاي وهاي يا قلبي والنبض ضايع، خايف عليك من الهوى تشبه الورد. تشبه الورد.
أنا وأنت أنا وأنت قلب واحد أنا وأنت قلب واحد بالنفس نازل وصاعد أنا وأنت روح وحدة حب لك كل يوم زايد أنت تدري لو ما تدري عندي حبك يسوى عمري لا تسألني شقد أحبك لأن ما أدرى الله شاهد أنا وأنت قلب واحد سلامتكم عشتوا والله صح لسانكم وعاش صوتكم بس احنا ما اتفقنا على هذا النص متفقين انا اقول لك انا اقول لك انت وسجا طلبون قهوه هسه يرادون ما عليك راح ادلي لك انا جيب لنا قهوه جيب لنا قهوه سجا همين تلقى شعر بس الان لا هي ضربنها مقطع تقريبا بس ما يخالف يعني انت لازم ويا كرار لا لا يعني بعد هو شلون اقول لك اذا حضر اذا حضر الماء بطلت بعد حياك صحتين شلونك ويا القهوه علي تحبها لا ما تحبها قل لي يعني من اصحى من النوم لازم قهوه وانت هم ما تحب القهوه انا للاسف يعني الدكتور منعني من القهوه ليش لانه صارت عندي مشاكل بصوتي ف شكرا لك كثر الضغط فهسه انا دائما امشي بنصيحه الدكتور دكتور سمعت دكتور وينك لا مو هي هاي شويه ما تقدر انت هواي الدكتور نصحك من وين شغلك دكتور شفت لا اي والله من عارف ضحكي بدايه يا بهاي الحمد لله على سلامتك لان الدكتور من عارف هاي قدامك دكتور جبت له منين من زهور الشيد لانه من عاشنو يعني والله شكرا هاي لك واني هماتين اسمح لي اليوم يلا لك اسمح لي اليوم شكرا جزيلا اوكي هات ورد زين يعني قدامي دا اشوف والله دا اشوف الورد انتم الورد والله العظيم كل شيء قليل بحقكم اكيد يا رب عليك يا الله ما انت كريم يا رب نسمع شويه كرار يلا اسمع جديدة نظام من حاب اسمع جديدة شو محضرين جديدي لا مو هسه يعني فد مقطع عندك شيء على العيد تريد تنوه عليه من خلال خيمة الفن؟ ان شاء الله عندنا فيديو كليب على العيد وايضا عندنا جلسة للتين تايم نعم اها اي نعم ايضا على العيد يعني احنا تعلمنا على كرار بهذا الحماس فنريدك تبطل هذا الحماس اللي بدنا نحكي عنه شوف هسه انت محضر اكثر من شيء لكل فترة لها خطوة اليوم احنا ما نلتهي بالعمل عمل 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 بنفس الوقت انت تلتهي بعملك بفنك بانتاجاتك وبنفس الوقت تنسى نفسك اكو اشياء اساسيه بالحياه انت شلون تكون نفسك شلون توقف على مرحله انت تكون مسيطر من تكون مسيطر يكون عندك الفن انت كون روحك من الفن انت كونت نفسك الحمد لله والشكر اكو اشياء مكمله تبقى انه المرحله الاخيره تتوجه لعملك لفنك لكل التفاصيل بس انت هنا انا اتداخل وياك بنقطه يعني انت كفنان اليوم احنا بنفس الوسط تسمع مني واسمع منك نعم قبل كل شيء فنك انا لا. حبيت كرار صلاح من خلال الفن اللي قدمته مواكب فنك بعدين تجي حياتك اوكي لا حياتك شوف قلت لك اكو اساسيات اليوم تستند خلينا نشوفها بالترتيب انت شلون مرتبها شلون مرتبها حاليا 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 اللي اريده سويته خلص عندي كل النقاط اللي انا كنت اطمح لها خلص سويتها انتقلت خلص الانتقال اللي كنت راسم لها بحياتي الخطوط اللي كنت راسمها يعني الحمد لله وشكر خلصت نحب يعني اكيد احنا خلينا نقول من متابعينك من اصدقائك من القريبين لك شنو هي الخطوات اللي انت تحكي عليها انا اريد اعرف انه انا من قلت لك انت خلص يعني شنو بالترتيب اولا انه انت تكون عندك الاساسيات الحياه هاي اللي انت هي خلصت منها هي اساسيات حلو. الحياه هي العمل خارج نطاق الفن تمام السكن اللي انت تريده وتطمح له حلو. الاشياء هاي المكمله هاي مكمله اي انت مو بس تلتهب فن وفن وفن وبعدين نسيت نفسك وهاي اشياء وانت بعدك شاب انت كون نفسك واستقر وانت شاب وقدم فن للعالم فانا مواكب الفن بس بنفس الوقت اتجاهي بموضوع معين الحمد لله خلص نسمع منك شيء جديد يلا حلو يلا
لا 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 ولت علاقة حبنا بلياك راحتها لازم على الشفتة منك عندي قصر بالجنة ترجع لي ما اتمنى عديت هاي المحنة كل من جروحك انت بالعافية تفارقنا عندك عليم صورة بحلم وياك ما خلي ما ننجمي عش بعد دمي لتحن لتوصلي وانتهت قصة غرامي اللي كانت مطيرة منامي فوق حبك واحترامي أنا منك راح اضيع ولت علاقة حبنا بلياك راحت هنا لازم على الشفتة منا عندي قصر بالجنة عاش صوتك عاش وانت العايش عاش احساسك حبيبي الله عليك رأيك يقول مكسور قلبك جيت مليئة زين ليش ما نسمعها؟ مكسور قلبك جيت من الأيام حليت أيامك اللي كانت مرة حبيتك وما خنت حبك فديوم متمسك شما كنت قلب تقهر كنت مهتم بيك أنا تفصيل التفصيل منو مثل بغيبتك ما نام بدليل وكان حتى هالهوى من حسن خليل بعد كل هذا وقلت شو تريد أسوي لك عوض الله كنت لك حياتك رتبت لك مغمضان امانت لك عفتني الوحدة تاليها شي صبرني واقدر بدونك حالي قهار لك ويل شلون منظار لك عيني من تبجيها من ناو رايح ما يهز قلب الشوق ولا طب حياة إنسان فارك توه ورسم آني وانترك عالحيطان آني بشر حساس قلب تشوه لك مراية هساني لك واعكس أفعالك لو هملتك اطمن كله من اهمالك لك بعد ما اخلي شخص يملي فراغاتي انت بداياتي كنت وانت نهاياتي على كل شيء اشكرك وعلى درسك صفقت لك ما شفت انسان مثلك يتعمد يذيني مكسور قلبك لك جيتني من الايام وحليت ايامك اللي كانت مره أيوة.
الله عليك حبيبي. الله عليك صوتك. اسمح لي اني اصفق هالمره. كمان انت ليش ما متزوج؟ ليش ما مجروح؟ اخ اللي ما يريدني ما اريده. هاي نقطة. أوكي. النقطة الثانية اليوم، اليوم اللي يدخل بعلاقة هي كون هاي العلاقة تتكون من سعادة. انت داخل بهاي العلاقة ما داخل بمعركة. كلها سعادة؟ ما داخل بمعركة. هو مرات يقول لك العلاقة تزيد وتقوى بمشاعرك. انت داخل ليش سموحه؟ صحيح لازم. أي. هو ليش سموحه؟ غير الطرفين يكونون مكملين لبعض. زين. زين. من يكون الطرف الآخر هو صانع للمشاكل. ماكو شيء كامل. لا 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 لا. أنا اليوم داخل بعلاقة لراحتي. بس راحتك؟ طبعاً. أنت أناني. طبعاً. شون؟ هاي الله خلقني. أنا رجل أناني. زين. أنا داخل بعلاقة هي سعادتي. أنا مو داخل بعلاقة تعاون. وأنت اللي تقدم شنو؟ أستاذ قرار لازم أنت المسؤول. إيه ما مختلفين إنه أنت تريد سعادة. أكيد. بس أنا ما أسمح لأحد يجي يجرحني على أي أساس. مو هي أنت مو تسمح، ما هي تيجي الشيء لا إرادي صارت. إذا أجى هذا الشيء أتقول له باي، سوي له باي. معناها أنت ما حاب بعدك. من هو؟ ولا مجرب. شوف اللي يحكي يجي فعلاً ما يحب هذا. لا لا هذا ما يحب بقلبه. اللي يحب. لا لا ما له علاقة، تحب بقلبك تحب بعقلك هو حب. بالاول والاخير الحب قرار افشي حلو. افهمني استاذ صراحة. علي استاذ علي افهمني والله العظيم يعني استاذ علي. انا قاطعك يعني صراحه يعني انت مفر النواب افهمني زين موتكني بس ورا انا احب ورا الكواليس ان شاء الله على المشوف خليني اقول لك شغله ان شاء الله عنك. نوع العلاقه باي علاقه، علاقه زوجيه، علاقه اثنين يحبون بعض، بكل مسميات العلاقه، انت اليوم داخل بعلاقه لسعادتك. اليوم شفت انسان انعجبت به، كذلك بادلك الشعور، انتم دخلتوا بمربع. هذا المربع اللي انتم دخلتوا، ما نقول دائره، دخلتوا بمربع مكون من اربع اركان. زين. قد يكون ممكن اخطا بركن معين، اخطا بالثاني. انت من تجي تزيد على الموضوع اخطاء باخطاء باخطاء، الاخطاء راح تتحول الى مشكله، المشكله راح تتحول الى تعاسه. على شنو انا اوصل لهاي المرحله؟ وهاي المرحله راح تكون شنو سبب تعاستي؟ على ليش ماكو بيت ليش بالعالم كله يا كرار اسمح لي، ماكو بالعالم كله اثنين متزوجين، اثنين مرتبطين، اثنين يحبون بعض، اثنين خاطبين، ما تصير بينهم مشاكل وديه اكو غيره، مشاكل غيره، مشاكل حب تصير. ما اقول انا ما تصير، ممكن انا دا اقول ما يكون بيه انا دا اقول شنو اللي قلته. قلت مربع، المربع احنا اليوم جزء مشكله والجزء الثاني مشكله. زين انا ليش اطور هاي المشكله لسبب تعاستي؟ لا اكيد انت والمدام المستقبليه مشكلتكم مو انتو سويه، مشكلتكم خلينا نفرض العائله، اذا انت هنا طلعت عن طور وهو طلع عن طور، شلون راح تحلها؟ هم اذا مشكله اي مشكله عليكم. شوف اي مشكله تصير بحياتي اتجنبها، ابتعد عن هذا الشيء. انا اريد راحتي، اريد سعادتي، على اي اساس باجاني بالنسبه اعتبروني متخلف بيحكي اعتبروني بالتالي هاي وجهه نظر. انا بالنسبه لي اي شيء شوفي من عبرت ال 30 من عبر سن ال 30 عمرك طويل، صار اي شيء يزعجني ابتعد عنه، اي شيء يغثني يخليني ممكن 1% يسويني عصبي يزعج اذاني ابتعد عنه. قرار كل يوميه انطيك تفاحه امل منها تاكلها، تمل منها لو لا؟ طبعا خلاص انا اذا ما ادور مشاكل يا اخي ما اكل شيء. اذا مو غيره وين مشاكل والدلال يعني اكو مشكله وايد تفرعات، وايد تفرعات. انا صار 9 أشهر اكل صدر دجاج وتمن مسلوق، شو ما مليت منه. وايد تفرعات بالحب كرار، وايد تفرعات حبيبي. اكو مشاكل، اكو مشكله عن مشكله تفرق، اكو مشكله تكون بين الرجل والمراه. يلا تفضل يحبها اسمع اسمع، واحد يدللها يهتم بها، يكون مسؤول، يكون مسؤول عنها. نعم شو عند موال يقول خلينا نسمع. يلا نسمع نصيحه وخلها ترتشي باذانك. ايه عافيه. نصيحه وخلها ترتشي باذانك. نعم. من تعوفها وتتركها بالليل ما حد غيرك يعوض مكانك. نعم. ادرسها صدق باحلامها اطفال، الفراغ اللي بيها يندل بس حنانك، تعتبرك هو مستقبل وبيت وفارس قلب واستقرار وامان، ببسط خوفه تحتاج امانك. نصيحه نصيحه وخلها ترتشي باذانك، ابد للزعل المرض.
أبد أبد. شنو يوم قلبت عليك كاظم الساهر شكله؟ شنو الموضوع؟ قل لو ما أكبر جمد اللي من الجانب أنا متأذي هو اللي بس أنا راح نطيش تحليل بسيط لشخصية كرار اللي تعبان باعي هو من خلال حديثه قال أنا صار لي 9 شهور ما مغيرك لي مثلا اللي تعبان على نفسه واللي تعبان على جسمه وماشي خلينا نقول عنده هذا الإصرار هذا يكون أكثر شيء بالدنيا يحب نفسه. ليش؟ لأنه التعب اللي أنا قلتها الأنانية بالضبط تسمى صح؟ لا لا نسميها أنانية خلينا نسميها حب الذات. لا هو حلو الأنانية ما بيش أنا أحب نفسي مو غلط. أنت صير أناني بأشياء. أي أنت أناني بأشياء. أنا أناني بكل شيء. شفت؟ أذن أنا ما خطيت يعني والله. إيه بس شنو شنو قلت لك أنا؟ قلت لك أنا من عبرت الثلاثين يعني من عبرت سن الثلاثين. وصلت هاي المرحلة إنه خلاص أي شيء بالله. يزعجني. أي شنو أنا شتت عارك بالشارع؟ أنزلت أطبق سيارتي إذا واحد صار علي لو بترفق أنزلت عارك بالشارع. هسه اللي غلط علي دي روجي وطلع. ماكو بعد. أغث نفسي على شنو؟ تعارك بالشارع؟ بعد فضلت. بشوف مشاكلنا يعني متى خلاص لي هواي يعني آخر مرة علي أدرس يعني آخر مرة المشكلة قبل 3 أشهر مو نعم نزلت عندي أغنية الخارطة فتحياتنا للأصدقاء والأحباء همسة ماجد ومصطفى مسوين كيك تحياتنا الأغنية عبرت ب10 أيام مليون أو هيك شيء فمسوين كيكة محتفلين بيك بالضبط أنا ما أعرف بالموضوع حلو مخابرين على علي زين قال لي لا علي احنا مسوين كيكه الكرار مشن هو خابرني قال لي شو مسوي كيكه انا ما ادري انه فضحهم هاي اول شغله المفاجاه الشغله الثانيه ما اجى زين ما تناقرنا شلت سويت له بقينا ايش قد ما نتحاكى يعني انتوا من النوع اللي زعلكم يطول لا لا اي زعلنا يطول ايام لا هو يجي صانع للبيت اي واجيب لك بوكيمون ورق هسه انت ابد ما تقدر تاكل ولا حلو ولا اشياء ممنوع شوف كانت عندي وجبه بالاسبوع وجبه واحده هو داخل بطوله داخل بطوله هو وكان عندي مثلا كل 20 يوم التزام يكون عندي يوم كامل مفتوح زين حاليا انا اخليك تحكي بس انا بلكت اجرب انطيك شيء حلو يعني أبد أبد حاول بلكت من يوم ترى هذا اليوم ترى جابوا لي شاي هسه انا الاستيفيا مالي وياي ما تريد ابد ممكن أبد ولا شويونه باع الاراده لك عيني أبد, ابد ما تبني نفسي والله يعني المشكله خلص تعودت خلص تمام كل اخلي عادي مو مشكله محافظ على نفسه ولد ما يحب انا مسوي دايت بس عادي مو مشكله شكرا جزيلا الله ملك الدايت بالعالم شو ما بالك انا هنا انا قلت لك هاي الحكايه قلت لك ما اقدم احنا ناكل ورا ورا الكواليس انت مو مسوي دايت لا ما اخليه هيك وهيك بس ما اخليه ممنوع قل لي ليش ليش قدمتي لا بس اسمحوا لي من بعد انكم انا ما اقدر لازم اغششكم حتى المايسترو وين المايسترو مالتك وين تعال ما تريد ها هي خلص هماتين هذا مع المعدات يا معود هو ايش باكر هو ايش باكر هو خلصان هو خلصان الحلو هرمون السعاده هاي بالنسبه لك لا بالنسبه للكل هاي مو الي لا 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 سجى انا كنت اقعد كنت اقعد من النوم اكل برياني انا هيك احب يعني انا كنت اقعد من النوم رامي والله اقعد من النوم يعني تعرف اني كنت اشتغل بالليل فقعدتي تكون الساعه بالثنتين بثلاثه بالاربعه الظهر اقعد اكل برياني قبل اتغدى بس انا ارجع واقول انه الحلو هرمون السعاده طبعا يا سعاده وين سعادتك وين سعادتك عيني سعاده ثاني يم لا عمي يا مان سعيد اصلا وين وين ما شوفينا الشعابه مش على عند باقي يا سعاده لا بالعكس كرار هواية تقول آني وهواية تكابر شنو السبب؟ هواية تقول آني أبداً كلمة الآني أقصد مو كلمة إنه يعني الأنا إحنا نسميها الأنا شنو السبب هاي اللي واصل هذا المرحلة أنت إنه عندك هذا الغرور بنفسك بكل حتى صرت تكابر على مشاعرك يا أخي أبداً أصلاً أنا ما عندي مشاعر لا لازم حتى أنجيكم الموضوع هنا هنا سأسكت قليلاً لا احنا اتفقنا لا والله احنا دنح والله جد مو قلت لك كنت سجل انا جاي احكي عن موضوع يعني انا اعرف تفاصيله يعني انا شخص اذاني انا شخص اذاني نفسيا اذاني صحيا
شكوا اشياء بي. شنو تواصل؟ زين سؤالي لك، هم تنصح نفسك؟ هم من توقف قدام المرايه تعدل من روحك؟ اكيد. مو شكليا طبعا، اعرف يعني تندل اخطائك وين؟ بس هو طيب دائما. لا هسه انت مثلا توجه نصيحه الكرار، نعم، او السجا او الرامي، او تقول له انت لو تسوي كذا لو تسوي هيك، انت تعدل بنفسك هاي الامور اللي تطلبها من العالم؟ اكيد اكيد. العاد ليش ما نشوفك بذيك الصوره اللي المفروض نشوفك بيها؟ شلون اي صوره يعني؟ اللي هي فنيا احنا نحكي اكيد. وانا قلت لك فنيا، هو ذكر لك قال لك انه الحاله اللي مر بيها والده الحاله راحت. واني اني اني يعني الكبير الكبير الله سبحانه وتعالى، الله الكبير زين، وهم اخوتي بعدهم صغار وخواتي، لازم انا اكون انا المسؤول عنهم. انا المسؤول عنهم. علاوي ايش قد عمرك صار؟ 34 سنه. يلا ان شاء الله اتمنى لك الموفقيه. الله يحفظك. مساء الخير. مساء الورد. يا باليوم شو سويت بينا؟ وش سويت بعلي؟ هو سوى بصاحبه. ليش هيك؟ ليش هيك كرار؟ هسه هو ايش قد قال لك عمره؟ قال عمره 100 سنه. لا 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 38 موجوده هي. 34 سنه. قال 34. انت مقتنع؟ هسه الجمهور مقتنعين عمرك؟ طبعا عمي شباب. بعدنا صغير. انا بعدنا صغير. اقول لك شغله، قاعد تقوم وتقعد، انا كبير وانا كبيركم. لا عاد صدمه. كبير بأخلاق. لا لا بأخلاق. شنو كبير بأخلاق؟ يعني أخلاق. شنو؟ لا عاد اصدمك اصدمك، هو مبين اصغر من عندك. مو بالله. وتتقصد الدجاج. انت ما عايش بسعاده، هو ياكل وهاي فاتح. لا هسه هو هم دايت. انا الوحيد اللي اكلت حلال، لان انا يعني سجا من قدمت لي لازم. ما اقول لك اليوم انت مظفر النواب طالع عليه. خلينا نسمع يلا يا كرام. يلا خلينا نستثمر الوقت. شو تريد استاذ علي؟ حب خيانه كيفك؟ ما نتجوز. ما ادري شو اسوي. أمان 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 شافت عيونك بجي، شافت عيونك بجي بقد ما بجي، أنت تحبني بعدك لو غير أنت التهيت. أنا 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 دورت لي شبهك ما لقيت، وجربت كل اللي نسي وما نسيت كلها يمي، وظل مكانك خالي. ما شغلتك ما شغلتك ما شغلتك وانت شاغل بالي، العشرة مرة وياك بس تحلالي، بس عذاب وقهر منك ما صفالي وحتى مين، وحتى من اللي تغيب الظال غالي. حبيبي الجن تكبر بي، وحياتي وعمري لي مسمي، جنت عالعالم معلي، وهو ينزل براسي. حبيبي الجان تاج الراس الراس، طلع ما عندي إحساس، شمت بي كل الناس أروح وين من ناسي، طلع ما عندي حنية وبعد ما جيب طارية، سمع بالغدر وتعلم أول ما قدر بيه. إش قد الخاطرة ضحيت
ولجل عين سهرت وبكيت تالي عافني وظليت اقلب بالصور وابكي عانيت بمحبته سنين احتاجيته وجنت مو زين صحت وينك حبيبي وين راح وما اعرف وين طلع ما عنده حلية وبعد ما اجيب طارية سمع بالغدر وتعلم اول ما قدر بي عاش صوت تسلمون تسلمون الله الله خليك شوية ترتاح اي والله شفت ده تشوف وين يوديني لا واني ضروري ببدع لا عبالك جاي غني لك واني مانجرح باع صاير بي خطية طبعا هاي الاغنية كلام زي الميالي تحياتي الحان نصرة البدر هاي الاغنية اللي سويناها الديو اللي هي الديو والقبلها ايضا الحان نور الزين علاقة حب وكلام حيدر الرسير نوجه لهم تحياتنا وكل عام وانتم بخير لك اكيد تخيل انه نصبحت البرنامج فاني لازم نسمع رسائل من عندهم اكيد اي والله اكيد يا رامي علي رساله منك للناس بصوره عامه الله يحفظهم الله يحفظك والله اني يعني لازم تشوفون اشياء من عندي حلوه بهذه السنه ان شاء الله يعني من خلال خيمه الفن اكيد توعد الناس باشياء تجنن اكيد احنا بالانتظار وقريبا ادي مسلسل يعني ان شاء الله ممثل نتمنى لك كل التوفيق لا الفنان لازم يكون حلو من حقك استاذ اكيد حلو الانسان يكون عنده هاي المواهب الحلوه اليوم دي يوازن بين الغنى وبين الفن نتمنى لك كل الموفقيه انت نورتنا واحنا سعيدين اليوم باضافتك للبرنامج فان شاء الله نسمع الاشياء الحلوه بس لك ان شاء الله شكرا لكم وشكرا لبرنامجكم وشكرا للكادر شكرا لك يا علي كرار اريد من عندك رساله حلوه للفن اريد للفن تحديدا للفن تحديدا ليش حاصرت قلبك مو انا المشكله ما قاعد اقبالك هي هاي المشكله انت شايف انا راح اسوي لك كيتش والله لازم اسوي لك كيتش ماكو برده بيناتنا قاطع بيناتنا اولا تحياتنا لكل فنان بالوسط الفني العراقي كل الموفقين لهم واتمنى انه ما ينجرفون الى هاويه الفن الهابط طبعا اصغر اني اصغر من انه انطي كلمة للوسط الفني بعدني أنا صغير منه يعني عمري أصغر من هواي فنانين الموجودين بالوسط الفني كبير وعمري أيضا شكرا وعمري الفني أيضا أصغر من أنه أنا أنطي كلمة للوسط الفني بس يا ربي يقدمون فن حقيقي وفن يليق بالأغنية العراقية ويقدم الأغنية العراقية بالمستوى المطلوب أكثر وأكثر شكراً لوجودك اليوم شكراً لكم وكل عام وانتم بخير وموفقين إن شاء الله وشكراً على هذه الدعوة الجميلة احنا سعيدين اليوم بحضورك ومن زمان ما شفناك فإجا الوقت المناسب نشوفك أنت وأكيد وعلاوي يا ربي الموفقية لك وأشوف المية اللي تسعدك وتشلع قلبك آمين يا رب العالمين حتى بعد تفضل هذا ما حد يشلع قلبك هذا حق ضحك أنا أدري فيك ترجع تشلع قلبك لا ما حكى لا لا شو أنا أمتي شو تقول لي أعرف يكابر شو تقول لي يكابر تحياتنا إلها أكيد ورمضان مبارك عليها كل عام وهي بخير والله يحفظها خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب فدائما تقول لي مثلا يما تزوج أنا قبل ما أموت ولكن قالت يما راح تجيك وحدة لا تسحلك سحل ليه اقول لك راح تجيك وحده شكرا اكيد لوجودكم كلمه اخيره من عندك أكيد. يا رامي رمضان مبارك عليكم ويا ربي كل ايامكم حب وسعاده وانتظرونا بحلقات قادمه اكيد اكيد الله. اكيد يا رامي شكرا لك اليوم شكراً على هذا زي الحلو اليوم انت مبدع كالعاده شكرا لكل ضيف حضر ويانا بكل حلقاتنا يا ربي سعاده وحب دائما وابدا هم قريبين لنا واحنا دائما نقول وجودهم ويانا اليوم هم اخوتنا واصدقائنا واكيد لكم انتم كفنانين اللي دائما تنتظرون اعمالهم الحلوه
هذا البرنامج برعايه مجوهرات رما وايضا كوزمتك فيوا. ما ننسى زهور الشهد. حلقاتنا هوايه، خليكم ويانا في امان الله. باي باي. Thank you.